من المامز الصعبه انت يا شيرين، اللي هو لا او ذاكري واعملي وبتاع، ولا لا انت فليكسبل الدنيا زي ما نقول رايحه جايه ما بينكم؟ يعني متهيألي في ناس بتشوفني صعبه، بس لا انا ما بحسش ان انا صعبه، ببقى عايزه الدنيا طول الوقت تبقى ماشيه مظبوط وصح. بس لا مش انا صعبه يا ليلى؟ لا لا مش صعبه. ده مامي جميل، انا نفسي مامي، يعني نفسي مامي تبقى عندي مامتي كده يعني الحقيقه. طب في الويك اند بقى بتعملي ايه في الويك اند؟ بتقسم يعني؟ بلاش بتقسم، انا كلامي كبير عليها قوي يا جماعه برضو يعني. طيب بص، ايه الحاجات اللي بتعملي ايه في الويك اند؟ بس هو كده، ده السؤال، بتعملي ايه في الويك اند؟ بروح عند بيت نانا. اوكي. بروح التمرين. برافو. بتحبي تخرجي بقى مع صحابك؟ بخرج مع صحابي. اوكي. مهم جدا ان دايما، انا كنت وانا ابني صغير كنت حريصه دايما ان بيبقى في يوم لينا انا وهو، انا وهو يعني احنا كفاميلي يعني. ليه؟ لان دايما بشوف للاسف ان مالكيش انت دعوه بالكلام ده خلاص، يعني الكلام ده لمامي بعد دلوقتي مش ليكي. بشوف دلوقتي الجيل الجديد الولاد او الرجاله او الشباب ما عندهمش تحمل مسؤوليه تجاه زوجاتهم، فانا بقيت اعمل ايه؟ اختار لك يوم يا خميس يا جمعه تخرج مع صحابك بتاعك، اليوم التاني معايا، نخرج بقى ونروح عند مامتي، هو انا وهو ننزل نتغدى بره، ننزل نعمل شوبينج، ننزل نجيب طلبات البيت. فحلو ان انت في الويك اند لا عند مامتك او عند مامت باباهم، يعني في حياه. يعني الفيديوز دي فكرتك ولا فكره ليلى؟ لا انا بلاقيها فجاه في فيديوز بتطلع ترند، فلاقيها حافظاها وعماله تقولها، بقول لها طب لا يلا بينا بقى ونعملها بطريقه لذيذه. بس ده يتقمصت الشخصيه قوي يعني، بتدخل في الشخصيه. انت لازم تمثلي، دي دعوه يا جماعه لكل المنتجين. ليلى بجد يعني موهبه رهيبه وكاركتر كده مش موجود عند معظم البنات. ايوه ايوه ايوه، شوفوا 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 بتعمل ايه، لا خطيره بجد. طب انت وانت بتعملي، عشان هختبرك بقى عشان نشوف لما تيجي تحضري للدور، لما يجي لك دور، الفيديوز اللي احنا بنتفرج عليها دي بتقعدي تحضري لها، بتقعدي تحفظيها، بتقعدي تذاكريها بجد؟ بحفظها و I got ready، وبعدين خلاص بتبقي مستعده. فيلا يا مامي. ومامي بتحضر برضو ولا لا؟ مامي بتفضل تحط الكاميرا هنا، لا هنا، بحط سبوت كويس. بتظبطي الزاويه بتاعت هي المخرج بقى، مامي المخرج. طيب خلينا نتكلم بقى عن برضو، ارجع تاني لوقت المذاكره، لان ده الوقت العصيب عند كل الامهات. يعني انا كنت وقت المذاكره انا كنت يعني بصي اللي يشوفني يقول عليا مجنونه، وزي يعني انا ابن، بس انا ابني كبير خالص دلوقتي، بس وقت ما كان قدك في سنك كان هو مش بيحب السوشيال زيك وزي حالتي، بس هي ماده مهمه، خلينا نبقى متفقين عشان بتعرفي التاريخ بتاع البلد بتاعنا ده ايه والبلاد التانيه، فهي ماده مهمه جدا. انا وقت الماده دي لما كنت بقعد اذاكر معاه الماده دي تحديدا، انا كانت الجيران كلها بتنزل تفضي الخناقه ما بيني وما بينه، بس ده برضه ما كانش صح. خلينا نقول بس حكم بقى الشغل والستريس والحياه والضغوطات وكده، انت وقت المذاكره بتعملي ايه مع ليلى؟ يعني خلينا ندي نصايح للامهات اللي بتشوفنا، يعني انتم مثال بجد وقدوه لطيفه جدا ان الناس تقتدي بيكم. ولا مش قدوه في المذاكره يعني، انا قدوه في الهزار. بس في المذاكره يعني احنا بنذاكر في وقت نبقى عارفين مثلا الامتحانات قربت وكده فلازم نذاكر. بس ان يعني بنحاول نخلي المذاكره لا وقت لطيف، لا هي المذاكره عمرها ما كانت لطيفه وعمرها ما هتبقى لطيفه، ومش بعرف اخليها لطيفه لان هي بتبقى بتذاكر ومخها في حاجه تانية، عايز تخلص بسرعه عشان تعمل حاجه. فغصب عايز تعملي ايه؟ عايزه تخلصي وتعملي ايه؟ عايز تلعب، اتفرج، تتفرج على فيديوز بقى تيك توك، ميك اب فيديوز، تعمل ميك اب حلو قوي ليه بجد. لا ده احنا نجيبك في نفسي يبقى عندها فيديو والله وانا وهي بتعمل ميك اب. طب احنا مستنيين فيديو وانت بتعملي ميك اب وتيجي بقى لوحدك من غير مامي. ايوه تيجي لوحدك. تمام اتفقنا. اتفقنا. كل سنه وانتم طيبين. وناويه تعملي ايه بقى في السنه الجديده؟ انت عايزه ايه يعني؟ نفسك في ايه كده في السنه الجديده؟ تخلي في سانتا كلوز هنا دلوقتي. وتاخدي منه ايه؟ نفسك فيها سكين كير. احنا بنعدي، احنا سابقين قوي. دي سابقه كتير، سابقه كتير. انا بحاول اوقفها. مش انا قلت مثلا عروسه، انت ما عندكيش عرايس والحاجه ما بتهمش باربي؟ لا ده كان لا بدري قوي زمان. لا هي زمان ايه، هي زمان هي صغيره اصلا. انا اشتري الميك اب مش بلاقيه، فجاه بلاقيه نقل اوضتها. فعلا احنا انت بدري، بديها بدري قوي. مش عارفه اوقف. انا ما عملتش كده، هي طلعت كده لوحدها. لا بس بجد ربنا يخليها لك واشوفك ان شاء الله بقى ممثله قد الدنيا،
ونفسك تمثلي مع مين؟ اكتر حد نفسك تمثلي معاه؟ هي مش حافظه اسامي متهيألي ممثلين قوي يعني اللي بتحب لا لو كوميدي كده اسلام فوزي. اسلام فوزي اسلام بس اسلام اه يعني بس مش بيمثل قوي بس بلاقيه فعلا يعني اه شويه لكن مثلا تامر حسني آه احمد حلمي احمد حلمي آه كوميدي وعمرو دياب مش بس عمرو دياب مش بيمثل برضه خلي طموحاتنا قليله شويه اه بصوا يا جماعه هي رايحه والنبي لو رحت لعمرو دياب يبقى خديني معاكي اتفقنا يعني واحنا طبعا من خلال هو وهن وقناه المحور انا وليلى وشيرين بنوجه له طبعا حاجه كبيره جدا ولو مثلتي يا استاذ عمرو لو سمحت ممكن تاخد ليلى معاك عشان هي عايزه تمثل معاك نورتوني وشرفتوني وكل سنه وانتم طيبين البلوجر شيرين واول البلوجر برده بلوجر ليلى ذا كوين الملكه ليلى نورتوني ميرسي شكرا اعتقد ان الفقره كانت لطيفه جدا وليلى بنت جميله جدا وشفنا علاقه الام ببنتها ومش كل حاجه المذاكره مهمه يا ليلى لكن خلينا برضو الولاد لو عندهم انشطه او عندهم هوايات خلينا ان احنا نركز عليها.